السلام عليكم طلاب الصف الثاني، كيف حالكم؟ اليوم درسنا في العلوم عن الأصوات الرفيعة والصوت الغليظ، الصوت الرفيع والصوت الغليظ. طب أول إشي خلينا يا مس نتذكر ما هو الصوت وكيف ينشأ الصوت وكيف ينتقل. طيب يا مس، الصوت هو حكينا عبارة عن اهتزاز مستمر للجسم ذهابا وإيابا باستمرار. وكيف تنشأ الأصوات؟ عن طريق الاهتزاز، عن طريق اهتزاز الأجسام. وأيضا قلنا كيف ينتقل الصوت؟ ينتقل عبر المواد الصلبة والسائلة والهواء. وأيضا تحدثنا بأن الأصوات تختلف حسب مصدرها ونوعها. أما اليوم يا ثاني رح ناخذ ما هو الصوت الرفيع، كيف نميز بين الصوت الرفيع والصوت الغليظ. طيب يا مس، ما الفرق بين صوت المرأة وصوت الرجل؟ هسي يا مس أنا صوتي إيش ماله؟ صوت رفيع. أما صوت الرجل فهو صوته غليظ. أنت لاحظ في البيت يا مس بين صوت ماما وصوت بابا وفرق بيناتهم مين الصوت رفيع ومين الصوت غليظ. إذن الأصوات تنقسم إلى نوعان، صوت رفيع وصوت غليظ، صوت رفيع وصوت غليظ. إذن تنقسم الأصوات إلى صوت رفيع وصوت غليظ. طيب يا مس أنا راح أسمعك بعض الأصوات، يلا مع بعض نحكي هذا صوت رفيع أو صوت غليظ. يلا صوت الكتكوت رفيع رفيع، أحسنتم. صوت الدجاجة، أحسنتم يا ثاني، رفيع. الديك غليظ، صوته مرتفع غليظ. صوت البطة رفيع، أحسنتم ثاني، رفيع. صوت الكلب غليظ غليظ. صوت الضفدع رفيع، شايفين كيف صوته؟ رفيع رفيع. وصوت الخروف صوته رفيع. البقرة صوتها غليظ غليظ. كيف صوت الخروف الصغير؟ أيضا رفيع. وصوت الفيل غليظ. أيضا صوت الحصان غليظ. أحسنتم يا ثاني. إذن الأصوات تقسم إلى قسمين، صوت رفيع وصوت غليظ. مس هون في عنا تجربة، نحتاج إلى صندوق كرتوني وقطعتي مطاط مختلفتين في السمك، يعني واحدة رفيعة وواحدة غليظة، وسوف نثبت قطعة المطاط على الصندوق كما يلي. مس أنا عملت لكم إياها، خلينا نشوف التجربة. هاي عنا قطعة كرتون وعنا يمس مطاطة رفيعة ومطاطة غليظة. تعال نشوف يمس مين الصوت هاللي أرفع. إذن هاي المطاطة لحالها، إذن صوتها رفيع فهي قليلة السمك رفيع. أما اللي عليها مطاطتين، تعال نشوف يمس إيش صوتها يمس؟ غليظ فهي كثيرة السمك، أكثر سمك يمس
من المطاطة لما تكون لحالها سامعين الصوت، أما هون. طيب يا مس، إذا في عندنا جدول خلينا نحله مع بعض. بحكي لنا يا مس هسا الصوت الرفيع هل كان سميك أم أقل سمك؟ أحسنتم، أقل سمك نضع صح. والصوت الغليظ سميك، فنضع صح عند كلمة سميك. طيب يا مس، نفتح صفحة 43، نحكي بعض الأصوات رفيع كصوت المرأة وبعضها غليظ كصوت الرجل، كصوت الرجل. طيب في عنا يا مس هون سؤال، أصنف في الجدول الأصوات الآتية إلى رفيعة وغليظة. مس هذا السؤال مهم. صوت الطبل، صوت الطبل هل هو رفيع أم غليظ يا ثاني؟ أحسنتم، صوت الطبل غليظ. وصوت البقرة هسه سمعناه؟ أحسنتم، غليظ صوت البقرة. وصوت الأسد أيضا غليظ صوت الأسد. أما صوت العصفور؟ أحسنتم، فهو رفيع صوت العصفور. وصوت الضفدع رفيع صوت الضفدع. وصوت القطة أيضا رفيع، أحسنتم، صوت القطة، صوت القطة. راح أسمعكم صوت القطة، فهو صوتها رفيع، صوتها رفيع. طيب يا مس، هون لنتفكر معا، خلينا نفكر مع بعض. إذا قمنا بشد المطاطة أكثر وأكثر في النشاط السابق اللي إحنا عملناه، فهل يتغير الصوت الصادر عنها؟ تعال نجرب يا مس. هاي المطاطة الرفيعة، لو أنا شديتها أكثر فأكثر، شو صوتها؟ شايفين يا مس إذا إحنا شدينا المطاطة، كل ما أشد المطاطة كل ما الصوت ما رح يكون رفيع أكثر فأكثر. إذا هون يا مس رح يكون الصوت رفيع، رح يكون يا مس الصوت رفيع أكثر فأكثر. بس يا مس إنه إحنا درسنا بيعلمنا على الأصوات الرفيعة والأصوات الغليظة، إنه نميز إنه هذا الصوت رفيع وهذا الصوت غليظ. انت بتحاول انك جيب ورقة قسمها بالنص، اعمل جدول صوت رفيع صوت غليظ. انت الاصوات اللي بتسمعها بالبيت من الشارع، انه ايش هذا الصوت مثلا، رفيع ام غليظ، وسجلها يا مس عندك على دفترك، ويعطيكم العافية.